Error messages أو رسائل الخطأ. لتصحيح الأخطاء الإملائية في جميع برامج أوفيس بدخل على الريبن ريفيو المراجعة، وبختار طبعا سبيلينج أند جرامر أو اختصارها F7. لو ضغطت عليها بلاحظ إن بيجيب لي سبيلينج ديالوج بوكس وبيقول لي كلمة منزلة عندك نوت إن ديكشنري مش في القاموس. أنا طبعا كلمة منزلة هي مش في القاموس لكنها صحيحة، ممكن أقول له اجنور أو أقول له أد تو ديكشنري عشان تعرفها بعد كده، وينقلني للكلمة اللي بعد كده كلمة نوت. قال لي ريبيتد وورد، ريبيتد وورد يعني كلمة مكررة. لو بصيت هلاحظ ان كلمة نوت انا فعلا كاتبها مرتين ورا بعض، فطبعا بيلفت نظر هل انت قاصد ولا كتبتها سهوا. انا هنا اقول له ديليت لو عايز احذفها، ولو انا كاتبها وقاصد هقول له اجنور. فورميولا طبعا كاتبت دبل ال في خطأ، فبقول له هنا تشينج صححها لي كده. انا استخدمت كل الخيارات الموجودة في سبيلنج اند جرامر وخلاص تم مراجعة الشيت بالكامل. لكن انا عندي نوع تاني من الاخطاء خاص بالمعادلات، وده بيظهر في الفورمولا بار خاص بحاجه اسمها ايرور شيكنج او فحص الاخطاء. الاخطاء اللي ممكن تقابلني او ممكن تواجهني لو انا بكتب مثلا ارقام والارقام دي اكبر من عرض العمود، يعني العمود مش قادر يستوعبها، بيديني علامه الشباك دي ودي مش خطا ولا حاجه، لكن بيقول لي ان عرض العمود not enough wide عشان يعرض محتوى الخليه. فالحل هنا بكل بساطة اني اوسع عرض العمود او اعمل دبل كليك عشان يعمل لي اوتو فيت كونتنت، يعني احتواء تلقائي للمحدد. النوع التاني من الاخطاء بيقول لي ديفايدد باي زيرو، او الفورمولا انت اللي كاتبها يعني اتحزق يعني مقسومة على صفر. بيحاول يفهمني الخطأ جه منين، انا هقول بيساوي 6 ديفايدد باي زيرو وانتر ونشوف كده. قال لي الخطأ عندك اسمه على صفر. طبعا بيديلي الهلب، هنا ممكن اختار برضو هيلب او اجنور، نفس الخيارات اللي موجوده عندي كاني بعمل تدقيق املائي، لكن ده خاص طبعا باخطاء في المعادلات. واديت ان فورمولا بار خليني احاول اعدلها او افتح لي الاوبشنز بتاعه الايرور شيكينج. هنا نيجي لخطا تاني اسمه ريفرنس. كلمه ريفرنس معناها مرجع، بيقول لي انت بتشاور لي على مرجع مش موجود. يعني ان لما اقول له مثلا بي 4 واقسمه على اي 4 واقول له انتر جاب لي نتيجه، واجي على اي 4 ده واعمل له ديليت، اعمل للخليه دي ديليت. لما اعمل الخليه دي ديليت اتحذفت، او حتى عمود اللي هي موجوده ديليت، قال لي هنا انت بتشير وودتني لمرجع تم حذفه ميسنج، يعني ريفرنس، والريفرنس بفهم ان احد اطراف المعادله تم حذفه. نيم لو جيت اعمل معادله زي صم على سبيل المثال وكتبت دبل ام وبعدين كملت صح، فهنا طبعا عندي اسم الداله فيه خطا، اسم الداله فيه خطا، فقال لي نيم. كمان الرينج لو انا عندي نيم مثلا مسمي رينج معين باسم سامح، قلت له سامح بالخطا هنا، او كتبت داخل الرينج اي اسم خاطئ فبيدي لي نيم على طول. فاليو معناه قيمه، قيمه يعني قيمه غير عدديه دخلت في المعادله بتاعتي. هقول له مثلا A4 وفيها فاليو او تكست. التكست ده انا مثلا ممكن اقسمه او اي معادله على رقم مثلا بيديني حاجه اسمها فاليو، وبفهم من كده ان انا دخلت قيمه غير عدديه في المعادله. افحص الاخطاء ديت ازاي؟ ان انا طبعا ممكن اختار من ايرور شيكنج، هنا هيجيب لي دايلوج بوكس وبيقول لي الخليه فيها اللي فيها الخطا ونوع الخطا، وطبعا بيسمح لي ان انا اتجاهل او اعدل زي برضه السبيلنج اند جرامر اللي انا عملته في الاول. في انواع تانية من الاخطاء. نول هنا بيقول لي انت اديتني ريفرنس غير مناسب للخليه، يعني اديت ريفرنس او اديت رينج او اسماء خليه مش مظبوطه. كتبت بي 1 المفروض اكتب الى بي 3 مثلا، عملتها بي 1 مسافه بي 3 وعملت خطا. نم برضو بيقول لي هنا انت عندك قيمه غير، يعني المفروض كانت تدخل قيمه بالشكل ده، على سبيل المثال انت دخلتها المفروض ادخل 500 صحيحه بالشكل ده، انت كتبت لي علامه الدولار. برضو هنا النمبر المفترض ان هو منتظر رقم انا دخلته بالشكل ده خاطئ. كلمه نوت افيلابل او ان ايه مقصود بيها في بعض الدوال زي مثلا لوك اب، الخليه دي بتروح مثلا لعمود تشوف تفحص القيم اللي فيه، فتلاقي القيم غير متاحه المتوقع ان يلاقيها فبتدالي نوت افيلابل. في نوع تاني من الاخطاء اسمه بيجيب لي رساله خطا اسمه سيركلر ريفرنس او خطا مرجع دائري. الحاله دي لما اعمل بيساوي على سبيل المثال واكتب الخليه بي 4 واقول مثلا واضربها في الخلية اللي انا واقف فيها اللي هي A8، فطبعا هنا خطأ كبير. ازاي تدخل الخلية اللي انت واقف فيها ضمن معادلة لسه ونتيجتها ما طلعتش؟ لو عملت انتر بلاحظ ان بيجيب لي هنا ايرور مسج لكن فيها سيركل ريفرنس وارنينج، واللي انت دخلت الاسم الخلية اللي انت واقف فيها في المعادلة اللي انت لسه بتكتبها.